سعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل حلقه جديده من برنامجي هذا المساء. في هذه الحلقه مشاهدينا سنتناول الملتقى المغاربي الاول حول الدمج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصه الذي يلتئم بنواكشوط بين 28 من الجاري الى 30 مارس. يسعدني ان ارحب بضيوف هذه الحلقه الكرام وهم الساده سيده فاطمه البشير رئيسه جمعيه الحياه الامه والطفوله. اهلا بك سيدتي الكريمه، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سيده دكتوره نائله بالي المديره العامه للمعهد العالي للتربيه المختصة بتونس، أهلا بك سيدة الكريمة، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. السيدة ملكة منصوري نفسانية أرثوفونية رئيسة مصلحة التربية والبيداغوجية مديرة مدرسة الأطفال المعوقين السمعيين بتونس، أهلا بك سيدة الكريمة. بالجزائر عفوا، شكرا جزيلا لك. سيدة نبيها سعيدي أخصائية المعالجة نفسانية صاحبة مركز توحد بدولة تونس، أهلا بك سيدتي الكريمة، شكرا جزيلا لكم جميعا على قبول الدعوة. مشاهدينا قبل أن نبدأ النقاش في حلقتنا هذه نتابع هذا التقرير التمهيدي الذي يمهد للموضوع، نعود بعده بحول الله لنبدأ نقاشنا. ملتقى مغاربي للعناية بذوي الإعاقة في المنطقة التي يحلم ذوي الإعاقة فيها بالحصول على حقوقهم كاملة والمشاركة الفاعلة في تطوير ونهضة مجتمعاتهم. وبمشاركة أساتذة وخبراء احتضنت نواكشوط هذا الملتقى المغاربي المنظم من طرف جمعية الحياة للأمومة والطفولة، وذلك لتسليط الضوء على إشكالية دمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير التعليم المدرسي واستعراض التجارب التي قامت بها بعض الدول في هذا المجال. اللقاء كان أيضا مناسبة لإبراز تجارب بعض الدول في التعاطي مع أصحاب الاحتياجات الخاصة. وفي هذا الملتقى تم تناول محاور حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دمج أصحاب الإعاقة السمعية في بلدان المغرب العربي. هذا ويؤمل من هذا الملتقى تشخيص المشاكل التي تعيق الدمج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. سيدة فاطمة، هذا الملتقى، إذا تحدثنا عن هذا الملتقى وعن أهدافه الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الملتقى مغاربي، ملتقى يعني ما جاء من فراغ، جاء من حاجة كبيرة نعانوا منها في موريتانيا، وهي إشكالية الدمج المدرسي، لأن الدمج المدرسي مشكلة مطروحة على كل حال، مطروحة في العالم كامل وفي الوطن العربي بصفة عامة ومالية، غير في البلدان المغربية بصفة خاصة تتشابه المشاكل. لك الآن خبر عاجل هنا على الشاشة، الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، هذا خبر عاجل نتابعه الآن على الشاشة، تفضل أستاذي قطعتك. طبعا هذا الملتقى كيف ما قلت لك على أنه يعني جاء نظرا لتشابه المشاكل في المغرب العربي، ولذلك كانت الحاجة ملحة لإقامته، وخصوصا أن احنا في موريتانيا هون نقدر نعودوا من بلدان المغرب العربي اللي متأثرين بهذا المشكل بشكل كبير، نظرا أن عندنا كثير من النواقص، وأول منها بعد اللي قاع المشكل الحقيقي على أن فم ضياع من يتحمل مسؤولية الدمج المدرسي. المقررات القانونية موجودة، النصوص واضحة، تعليم حق لكل طفل، مدرسة فاتحة بابها، يقير الطفل المعاقلين يجي للمدرسة يصطدم بالواقع لأن المدرسة ما هي مهيئة لاستقباله، ولذلك كنا لازم أننا نشوف الدول اللي أقدم منا كيف قدت تتغلب على هذه المشكلة ونقبض خبرتها في هذا المجال، لكن قدوا نتجاوزوا هذا المشكل. قمنا هذا الملتقى أمس، كان فيه عدة عروض تجارب الدول المغاربية كاملة، طريقة اللي نخرج بها من هذا المشكل، وتوافقت الناس كاملة على بعد النقطة الأساسية هي شين قالوا توزيع الأدواء، بمعنى أن الإعاقة محددة في المرسوم القانوني على أنها تعني وزارة الشؤون الاجتماعية أو العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الفئات الهشة تعنيها، يقير تعليمها أصبح عليه ضبابية، وزارة التعليم تقول أنا مدرستي مفتوحة تفضلوا تعلموا، يقر كيف نتعلموا؟ كيف نتعلموا نحن إلى جبنا طفل توحدي كأبسط مثال قابل للتعلم، عنده قدرات عالية، يقر عنده اضطرابات مالية ثانية، لابد له من مدرسة مهيئة، معلم مختص، مهيئة
بحجرات دراسية تناسب نوع إعاقته، مهيئة بغرفة مصادر تحتوي إلين يجوه أزمات اللي تجي. كذلك الأطفال الثانيين اللي أقل ذكاء مثلا اللي عندهم إعاقات لازم يداوم ما إلى ذلك، اللي عندهم قدرات محدودة دمجهم المدرسي مولي يحتاج أن نحترم قدراتهم، المواد العلمية تقول تعود صعب عليهم، يعطوهم اللي يخرجوا من القسم يقيسوا قسم ثاني يقيسوا غرفة مصادر إلى يجيك الحصة. المدرسة ما فاتعات مهيئة لعملية الدمج، بالتالي هذه إشكالية طرحناها لين طرحناها جبرنا على مسؤولية وزارة التعليم يا غير مولي، ما في منص قانوني ملزم لوزارة التعليم على أنها تتعاون مع العاملين في المجال ياكن قدونا خرجوا من هذا المشكل. بالتالي النقطة الأولى طرحتنا في هذا الملتقى أن اكتشفنا أن الخلل جاي من اللي قالوا تطبيق القوانين، تطبيق القوانين وتوضيحها مولي وتحمل الأطراف فيها مسؤوليتها. وإحنا متأسفين أن يامس في هذا الملتقى وهو نعتب بعد والعتب على كل حال بين الإخوان ما فيه ضرر، أدعينا وزارة التهليب اللي هي تعود شريك أساسي معنا في هذا الملتقى وما جبرنا. هذه النقطة مولي سجلوها إحنا كمجتمع مدني على أنها شيء عندنا وعلى نختاره مولي في المرات القادمة ما نوقع في هذا الشكل. طيب الدكتورة، هذا الملتقى الدور الذي قد يلعبه في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدان المغاربية في هذا الإطار موضوع الهام جدا. قبل كل شيء نحب نشكركم على هذه الدعوة ونشكر الأستاذة فاطمة البشير اللي دعوت المعهد العالي للتربية المختصة اللي تعرف على التجربة التونسية في هذا المجال، وكانت فرصة الحقيقة البارح أني تعرفت على الخبرات والتجارب الموريتانية، وإن شاء الله تكون بداية تعاون واتفاقيات الشراكة للتكوين في هذا المجال، أنه المعهد العالي للتربية المختصة هو معهد فريد في الجمهورية التونسية يؤمن التكوين الجامعي، يؤمن التكوين المستمر في دورات متفرقة وتكوين ورسكلة لكل الإطارات بما فيها اختصاصات متعددة للإعاقة. إن شاء الله باش نعملوا جلسات عمل، هذه هي بداية، وباش نعملوا دراسة صغيرة بشوفوا شنو هما الاحتياجات العاجلة باش نبنيوا لها دورات تكوين في المدى القريب والسريع. إن شاء الله يمكن تبدا حتى في الصيف هذه، كون باش نكونوا عمليين باش نخرجوا قبل السفر نتاعنا بورقة عمل فيها مقترحات، وباش ان شاء الله باش نبداو نطبقوها بدورات تكوينيه سريعه، بدورات تكوينيه متوسطه، ولما لا تكوين جامعي باتفاقيه شراكه بين البلدين ان شاء الله. استاذة ملكة، هذا الملتقى وهذا الموضوع الكبير الذي يتناوله هذا الملتقى وهو الدمج المدرسي ذوي الاحتياجات الخاصه، كيف يتحقق هذا الدمج على مستوى البلدان؟ وماذا عن التعاون بين البلدان في هذا الإطار استفادة من التجارب المختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أشكركم على هذه الدعوة، وأشكر الأخت فاطمة البشير على إشراكها لنا في هذا الملتقى المغاربي الذي جمع الإخوة. فيما يخص الإدماج والدمج يحتاج إلى تعاون جميع الدول، خاصة نحن دول المغرب العربي. فماذا يحتاج؟ يحتاج أولا، أنا إذا أتحدث كما قالت تكوينات، إخواني في موريتانيا زرتهم من قبل في 2017 وشفت باللي متعطشين إلى تكوينات في مجال التكفل بذوي الاحتياجات، سواء الإعاقة السمعية أو توحد. أو أنا راح من هذا المنبر يعني أتوجه إلى يعني موريتانيا بلد جميل، وأتوجه إلى الحكومة التي أنتظر منها أن تفعل وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة، وزارة التربية، وزارة الضمان الاجتماعي، ووزارة التكوين المهني. هذه الثلاث وزارات هي التي ستساهم في إدماج فعلي لهذه الفئة، لأن الإدماج لا يأتي هكذا، يأتي من 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 تبدأ به وزارة الصحة بالكشف المبكر. أتكلم هنا أتحدث عن الإعاقة السمعية، يأتي من خلال وزارة الصحة التي تعمل على الكشف المبكر،
التشخيص المبكر، التجهيز المبكر. عندما نعمل هذه الأشياء، المرافقة تأتي وزارة شؤون الاجتماعية والأسرة تكون مساعدين ومرافقين، مرافقين مدرسيين، أخصائيين نفسانيين يرافقون الأسرة، أورطوفونيين فيما يخص النطق وإعادة التأهيل. فيأتي دور التربية والتعليم، يعني لما نعمل هذا السلسلة تمشي يعني على مترابطة فيما بينها، سيأتي بعد ذلك دور التربية فيما يخص الإدماج، يعني الدمج، لا نقول الإدماج لأنه نحن نسعى إلى الدمج خاصة مع التكنولوجيا الحديثة، سيستم فام، زرع القوقعي، يعني هذا حتى صمم العميق الآن أصبح بإمكانه أن يتابع دراسته في المدارس العادية مثل أي طفل سليم سمعيا، وذلك في إطار تكافؤ الفرص. هذا يعني باختصار هي الخطوات، يعني يمكن تحقيقه، الخطوات التي من خلالها يمكن أن يتحقق هذا الدمج. نعم. المدرسي فيما يخص التعاون والشراكة سيكون في تبادل، مثلا نحن عندنا مثلا التربية المبكرة، التربية المبكرة تكوين مربي الطفولة الأولى، لما لا يفتح مركز فيما يخص الطفولة الأولى من صفر إلى على الأقل خمس سنوات، فيه أخصائيين نفسانيين، أخصائيين أورطوفونيين، ليزيرغوت ثيرابيت، فيه كذلك مربين، معلمين متخصصين، يعني تكوين يعني شامل للفرقة التي ستتكفل بهذا الفئة، مساعدين اجتماعيين، مرافقين مدرسيين، مرافقي الحياة اليومية خاصة فيما يخص التوحد. فما أحلاه يعني من مشروع، يعني لو يعني يتحقق على في بلدنا الثاني موريتانيا، يعني سيكون يعني سنتحدث سنقول أول دمج فعلي سينطلق من هنا، سينطلق من بلدنا الثاني موريتانيا، وسنقطف ثماره إن شاء الله. إذن أسف على المقاطعة ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن تصريحا للوزير الأول السيد محمد ول بلال بعد تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزواني، نتابع هذا التصريح. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حظيت للتو باستقبال من صاحب الفقامة رئيس الجمهورية، وقدمت له استقالة الحكومة، وانتهز هذه الفرصة لأشكر صاحب الفقامة على هذه الثقة اللي منح لي طيلة هذه الأشهر التالية، وكما أشكر أعضاء الحكومة على هذا الوقت اللي مضينا في خدمة الوطن. أشكركم والسلام عليكم. كان ذلك مشاهدينا الكرام تصريحا للوزير الأول السيد محمد ول بلال بعد تقديم استقالة حكومته لفخامة رئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزواني. يعود إليك سيدة نبيهة، هذا الملتقى الذي يتناول هذا الموضوع الهام، كيف سيساهم في تعزيز الشراكة بين الدول المغاربية والرفع من مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة؟ السلام عليكم، شكرا على الدعوة، وشكرا للدكتورة فاطمة البشير، أستاذة فاطمة البشير على هذه الدعوة. احنا بمجيئنا يعني الأيام هذوما الموريتانيا كانت من خلال الأستاذة فاطمة البشير ومن خلال الجمعية، خاطر تحدثنا قبل على الحدود متاع الدمج اللي موجودة في موريتانيا، يعني بعلاقة بالدول المغاربية الأخرى اللي يمكن تعتبر تونس، الجزائر، المغرب وحتى ليبيا، فيها معناها برامج تربوية ومعناها أكاديمية للدمج. تحدثنا انه شنو المشاكل اللي تنجم تصير، اللي صايره مثلا، العوائق اللي صايره للدمج، وهذيك علاش حكينا اليوم واعطينا مقترحات انه لازم تكون فما الاختصاصات، يعني حتى كان ما فماش تكوين اكاديمي في الجامعات، على الاقل انه يكون فما تكوين مستمر من خلال كوادر ينجموا في تبادل معناها بين الدول المغرب العربي، وهكيك التبادل متاع المكونين اللي يجيوا يكونوا أشخاص في موريتانيا، والأشخاص هذوك اللي في موريتانيا يكونوا غيرهم، وهكيك يكون فما التبادل وفما التكوين اللي يعتمدوا عليه في أي دمج متاع أي طفل عنده إعاقة مهما كانت. واضح.
سيدة فاطمة، هذا الملتقى الذي يستمر 3 أيام، ما هي جدول الأعمال وما هي أبرز القضايا التي سيناقشها؟ عادة ما نسمع عن ملتقيات، عن مؤتمرات نقاش موضوع مهم، بعد أيام تخفت الأصوات ويغيب المشاركون وتعود الأمور إلى سابق عهدها. صحيح صحيح، للأسف الشديد، لكن نحن راجعين إن شاء الله أن هذا الملتقى يعني يكون إن شاء الله بادرة مستمرة إن شاء الله، ويكتب لها البقاء إن شاء الله والاستمرار، ويقام سنويا في بلدان المغرب العربي. هذا ما هي أبرز القضايا التي ناقش ناقشنا في هذا الملتقى؟ أمس كان هو اليوم الأول، وكان يوم تشخيص، لأن استعرضنا فيه من خلال 7 عروض قدمت. العرض الأول كان واقع الإعاقة في موريتانيا، تحديات والآفاق. قدموا رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة اللي عنده خبرة 40 سنة في هذا المجال، وواكبوا منذ فترة طويلة، وعطى النماذج فيه، وعطى الخلل فيه. وهذا كان بداية، لأنك أنت أي مرض ياك تعالجه لابد لك من تشخصه، يعني تشخصه لا يتجبر الحلول. إذا كان أمس استعرضنا تجربة المعهد العالي في تونس، وعطانا ملي فكرة عن المسار التكوين، منين يبدأ وإلى أين يصل. ومن خلال ذاك العرض اللي قدم أمس عرفنا أعلن هذه المعاهد العليا المتخصصة في تكوين المختصين في التربية الخاصة عندها ملي هي حلول استعجالية ومتوسطة المدى وطويلة المدى. بالتالي عرفنا على حالة موريتانيا اللي فيها الكثير من النواقص، خصوصا في اللي قالوا الإطار التربوي اللي يشتغل مع الطفل المعاق، سواء كان في مجال التعليم المعلمين تكوينهم، سواء كان في المربيين، سواء كان في الأخصائيين. عن هذه المعاهد العليا المتخصصة عندها برامج تدريبية تناسب الاحتياج قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى. استعرضنا التجربة الجزائرية مولي، وكانت غنية وعطاتنا مولي ياسر من الأمل بها، اللي عطاتنا المراحل اللي خاضوا عليها إلى نوصلوا اللي هم فيه اليوم من التقدم في هذا المجال. إذا كان اليوم الأول هو تبادل الخبرات، تبادل الخبرات. يعني كل 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 دكتور، ورانا نتأسفوا أن بقية الفريق ما هو معانا اليوم، اللي من تونس ومن المغرب اللي كانوا هم اللي قد يفودونا في هذا النقاش، غير فم ارتباطات ثانية. رأينا يامس واقع المغرب العربي والتحديات اللي كانت قدام الدول اللي سبقتنا، وكيف استطاعتنا تتغلب عليه، وعطانا احنا ذاك اليوم أمل في موريتانيا على أننا مولين قد نعودوا إلى كيفتهم إن شاء الله. إذا هذا كان اليوم الأول، واللي هو كان يوم عروض. اليوم الثاني والثالث عبارة عن ورشات علمية تطبيقية، واستهدفنا فيها 3 إعاقات قابلة للدمج، اللي هي الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية والإعاقة الذهنية والتوحد. وكلهم عنده مؤطر يقدم فيه البرامج المناسبة، واستهدفنا الفئة المستهدفة مولي في هذا التكوين هي الناس اللي في المجال، الناس اللي حالا تتعامل مع الأطفال، سواء كانت في مراكز اللي تابعة للدولة، سواء كانت في المراكز اللي تابعة للجمعيات، سواء كانت من المتطوعين اللي قدموا خدماتهم اللي في الجمعيات. بالتالي هذا التكوين له استفاد منه 90 شخص مقسمين أو أكثر على ما أعتقد اليوم، زاد العدد اليوم، لحقوا قريب من 100 مقسمين على 6 ورشات مدة اليومين هذو الجاي. طبعا الأستاذات يدور يتكلموا، لكن اللي هما الأستاذة نبيها والأستاذة ملكة، عن برامج الورش اللي هما قائمات عليه. واضح. استسمحكم لنتابع مقابلات حول الملتقى، نعود بعدها بحول الله. مشاهدينا نتابعوا هذه المقابلات، نعود بعدها. هذه الدورة اللي كنا فيها اليوم نتيجة كيف نضال وياسر من المناصرة لذوي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي مطالب بها في المجتمع المدني، ونحن كجمعيات أصلا نهدفوها به، اللي التكوين هو اللي ناقص
وعندنا في نقص كبير. لكن المشكلة دائما المطروحة لنا نحن هو على هذه الجهات المعنية تهتم بهذا الأمر وتعطيه حيز كبير وتعاونه يقير نبقى ونحن كمجتمع مدني ما نقتنم ذيك الفرصة اللي تنعطى في الوقت اللي تنعطى فيه. وجايين ونتعرفوا ونقبلوا معلومات عن طريق هؤلاء الساتذة عن طريق الفرق بين التوحد والإعاقة الذهنية وكيف نفصلوا بينهم والطفل اللي يعود أقل تحت 5 سنوات وإلى آخره. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. دكتورة، هذه التربية المختصة التي ترأسون معهد لها، ما هي التربية المختصة وكيف ستساهم في إدماج هذه الفئات من المجتمع التي بحاجة للمواكبة وللإدماج؟ احنا في المعهد العالي هو معهد وحيد. أستاذة خطر بتحكي عن المعهد بصفة جامعية، هو معهد وحيد اللي يكون فيه مربين مختصين، والتكوين الجامعي بدأ من 1990 كان توجهات الجمهورية التونسية باش تكون في الأكاديمي. كونت أول دفعات في المربين المختصين اللي هما يتعهدوا بأطفال ذوي احتياجات خاصة متعددي الاختصاصات، وقاعدين توا في الحاضر قاعدين نعملوا في رسكلة وتكوين للمربين المتعددين الاختصاصات في اختصاصات معينة. كل دورة كل عام نحلوا 3-4-5 دورات حسب المتطلبات اللي عنا، وعنا فريق آخر خاص يقوم بمتابعة الأطفال اللي دمجهم في المدارس. عنا أطفال موجودين في المعهد قرابة 100 طفل يأمنهم تعهد متعدد اختصاصات، 25 فريق متعدد الاختصاصات متكون من 25 بلوري ديسيبلينير معناتها، وعندنا 100 طفل في وسط المؤسسة، وتكون الوحدات التطبيقية في المعهد ويكونوا حتى طلبة يعملوا تربص متاعهم مع الأطفال هذوما. حاليا قاعدين نقوموا بعملية دمج مع المجتمع المدني مع مؤسسات عمومية في تونس. آخر نشاط عملناه مع المكتبة الوطنية العمومية في تونس، جاونا أطفال تلاميذ أسوياء من المعهد النموذج اللي هو من أحسن المعاهد في تونس، وقمنا بتنشيط حصص مطالعة مشتركة بين أطفال ذوي احتياجات خاصة وأطفال أسوياء من النخبة التونسية. يعني العديد من النشاطات اللي نحاولوا ندمجوا فيها الأطفال ذوي احتياجات، في النشاط الرياضي مع أطفال عاديين، في أقسام في المسرح، في الغناء. قمنا زادة نعملوا بعملية دمج لعدد من الأطفال ذوي احتياجات خاصة اللي هما عندهم مؤهلات صوتية في الغناء أو في الرقص أو في النوادي للمسرح، ومنهم مرة مع لطفي بوشنيق في حفلة يعني رسمية. والتكوين الجامعي يصير باش يتفرقوا المربين المختصين على كافة المراكز والجمعيات في الجمهورية التونسية. أستاذ ملكة، هذه الورشات المتخصصة التي تحدث عنها الأستاذ فاطمة في هذا الملتقى، ما هو دور هذه الورشات وما هي المجالات التي تناقش بتحديد، وهل من توصيات ستخرجون بها أو مقترحات على الأقل؟ في الحقيقة أن الورشة التي كلفت بها هي ورشة الإعاقة السمعية. عملنا مقاربة حول الإعاقة السمعية لتحرير المصطلح المشاهدين. تقصدون بالإعاقة السمعية أي إعاقة في السمع؟ إعاقة سمعية سواء كان صمم تام. شوف، الإعاقة السمعية الآن عندما نتحدث عن الإعاقة السمعية حتى ذوي الإعاقة السمعية العميقة يمكنه أن يندمج أن يدمج في. فلما أقول الإعاقة السمعية يعني صمم خفيف متوسط حاد عميق، كلها يعني إن شاء الله بالتكفل المبكر ستدمج. إذن أنا الورشة اللي خذيتها هي الإعاقة السمعية. تناولنا مقاربة حول الإعاقة السمعية، الدرجات، النوع، التصنيفات، الأسباب، أثرها على المكتسبات اللغوية، التجهيز ودور التجهيز في 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 في, في إكساب اللغة للطفل. عندنا ثاني طرق التدريس اللي نتبعوها احنا في الجزائر. هناك طرق عديده، الطريقه الشفويه، الطريقه الاشاريه، ونحن مع الطريقه الكليه اللي تؤدي ثمار يعني في مجال
التعليم. عندنا ثاني تناولنا الزرع غدا إن شاء الله سنتناول الزرع القوقعي وهو موضوع الساعة في العالم ككل، لأنه الزرع القوقعي زرع القوقعة في السابق كان الصمم العميق والصمم الحاد، التعليم اللي كان يطبق هو لغة الإشارة بلغة الإشارة والقراءة على الشفاه. اليوم أصبح بفضل الزرع القوقعي سامع، يعني صمم عميق يعني أصبح الأصم سامع، وبالتالي يمكن أن يكتسب اللغة الشفوية ويدرس مثله مثل أي طفل سامع. عندنا ثاني التربية المبكرة والتربية التحضيرية وآليات الإدماج، وآليات الإدماج هذا كذلك موضوع مهم اللي راح نقدموه غدا إن شاء الله في الورشة في الورشة. يعني مواضيع يعني مهمة، يعني يوم ويومان يعني حاولنا نقطف من كل روض زهرة لكي نقدمه لإخواننا في موريتانيا. يعني هذا فيما يخص ورشة الإعاقة السمعية التي كنتم تشرفون عليها سيدة بها. الورشة التي كنتم فيها، ما أبرز المواضيع التي ناقشت وهل من مقترحات وتوصيات ستخرج بها؟ أوكي. تحدثنا اليوم على في الورشة على التشخيص، يعني آليات التشخيص المبكر كبداية يعني يلزم يعرفوا، خاطر متى نتحدث عن طفل توحدي، لأنه فما إشكاليات وكنت شفت هذيك علاش طرقت للموضوع هذا، أنه فما إعاقات أخرى ولا حتى اضطرابات أخرى يحطوها في تحت إتيكات التوحد، ربما هي لا تكون توحد بالضرورة وهي ما هيش توحد بالضرورة، بس خاطر عندهم اتيكيت حاضرة يشوفوا أي اضطراب يحطوه تحت خانة التوحد اللي هو ما عنده حتى علاقة بالتوحد. يعني هذيك علاش عملنا اليوم تشخيص توحد وعملنا تشخيص المتباين، يعني دياجنوستيك ديفيرنسيال، الحاجات اللي يشبهوا للتوحد شنو نقاط الشبه ونقاط الاختلاف، مش معاش الكل حطوهم تحت خانة التوحد. وغدوة إن شاء الله في الورشة باش نشتغلوا على أشكال الدمج، استراتيجيات الدمج، التجربة التونسية في دمج الأطفال ذوي التوحد والإعاقات الإعاقة الذهنية، باش نحكيوا على مشاكل الدمج وحدودها، وكذلك في الآخر باش نتطرقوا للإيجابية والسلبية، سلبية الدمج وإيجابية الدمج. واضح. سيدة فاطمة، إذا تحدثنا عن مستقبل العلاقة بينكم وبين هذه الكوكبة من دول أشقاء في المغرب العربي، لهم تجارب كبيرة في مجالات متعددة، ما هو مستقبل التكوينات التي ستستمر؟ تحدث الدكتور عن أن يوم يومين ليس كافيين لمواضيع مثل هذا، ماذا عن مستقبل العلاقة المتبادلة والتكوينات المستمرة من أجل إيجاد كوادر وطنية قادرة على مواكبة هذه الفئات في المجتمع؟ شكرا. يقار لا يفتى وما لكم في المدينة. هذا السؤال اللي نخليه لين تجاوب عليه الدكتورة نائلة بوصفها هي مديرة المعهد. أنا نختار نتطرق هون الجزئية شوية في أخبار هذا الملتقى. أعلن هون نختار نتكلم عن يعني شيء قوس لين فتحه في قضية الدمج. قضية الدمج يعني عملية إن قالها السهل الممتنع. لا بد لها من قدر من تكامل الأدوار ياك تخرج بالشكل المطلوب. وتكامل الأدوار معروف علينا العالم كامل ذلك، عرف علينا ما قد يحقق أي تنمية ما هو لين اشتركت الناس فيها كاملة، اشتركت فيها الحكومة واشترك فيها المجتمع المدني واشتركوا فيها الأولياء اللي هم المعني الأول بموضوع الإعاقة. أي برنامج له يعدل ما مشتركين فيه الأهالي مكتوب له الفشل من البداية قبل أن يبدأ. بالتالي عملية الدمج لابد لها من خطوات تنقبض لها. أول خطوة على أن كل طرف يتحمل مسؤوليته. أنا متى أقول هذا طفل معاق وهذا طفل غير معاق؟ متى أقول هذا طفل قابل للدمج وهذا طفل غير قابل للدمج؟ ومن يقول هذه يعني رواية كبيرة تحتاج منا كبلد أن نعود عندنا المشخصين اللي هما الأخصائيين النفسيين، أخصائيين التخاطب، أخصائيين التربية الخاصة، وأخصائيين اللي نقولها معناها إنسان قبض البكالوريا وقاس الجامعة وقرأ
وفتر وقبل الراس وشي بنواضرو ياك يجيب شهادة. ما نقد نقولها لرقاش قبل دورة تدريبية في شهرين ولا ذاك يقد يعود معاون يقد يساعدني في نحل مشكلة مؤقتة يقير ما هو الحل. البلدان اللي فاتعت عند هذه الكفاءات البشرية حلت مشاكلها، والبلدان اللي كيف وطننا نحن وبلدان أخرى ثانية نعرفوها ما زالت ما عند هذه الكوادر البشرية يالتها من اليوم تقبل قرار شجاع على أنها تستعين بخبرات أجنبية وتعدل معها عقود عمل مدة سنتين والله ثلاثة مستمرة إلين تفوت تخرج كفاءات وطنية تقد تقوم بعملية التشخيص، لأن التشخيص وتقدير الموقف يحتاج الأخصائيين، ولأنه فيه ظلم، فيه ظلم كبير، ظلم للطفل اللي قد يكون قابل للتعلم وتظلمه مادة ترفضه ما تستقبله، وقد يكون غير قابل للتعلم وملي وتقبله مادة وتظلم الناس الثانية به. بالتالي هون نوع من تكامل الأدوار لا بد من يخلق، لا بد من إشراك الجميع في هذه العملية، الأولياء، مجتمع مدني، القطاعات الحكومية. ما مقبول، ما مقبول، ونقولها هون، ما مقبول على الإعاقة التم اللا مفسوخة في وزارة العمل الاجتماعي. الإعاقة لابد وزارة الصحة تتحمل مسؤوليتها فيها، لابد من وزارة التهذيب تتحمل مسؤوليتها فيها، ووزارة العمل الاجتماعي. هذا الثلاثي مع المجتمع المدني إلين يعدل استراتيجية واضحة يخلق فهم شين قالوا تكامل الأدوار نخرجوا بنتائج جيدة وبشكل سريع ومولي. الموضوع بسيط جدا وسهل، يحتاج فقط المادة تعطيه كليتها وتعالجه علاج صحيح جذري، ولا تستحى من تقول إن عندها مشكلة وإن حلها مولي موجود وتبدأ من جديد. واضح. وملاهي مشكلة ما أدلم. طيب دكتورة، موضوع التكوين المستمر والتعاون في إطار التكوين كنت سألتها عنه وحلت سؤال إليكم. هو في الحقيقة أنا حبيت نجاوبك على السؤال اللي قبل وقت اللي قلت لها ما بعد الملتقى، يعني يكون ديما صمت رهيب. أنا حبيت نأكد لك اللي ما بعد الملتقى إن شاء الله باش يكون أكثر من اللي صار في الملتقى. بدينا اليوم مشكورة الأستاذة فاطمة بجلسة عمل صباح اليوم، درسنا كيفية إعداد مشروع شراكة للتكوين، وإن شاء الله باش يكون هو مخرجات الملتقى وتو تعرفوهم عن قريب، لأنه مش سهل نحكيو على التكوين في 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 جلسة واحدة. أنا باش نعطيك معدل حسابي بسيط، يعني احنا كي نكونوا مربي مختص في تونس على مدة 3 سنوات 6 سداسيات، وكل سداسي على الأقل 300 ساعة تكوين، يعني في 3 سنوات ما يعادل 1800 ساعة، مش في دورة صغيرة باش يكون نقولوا كونا. لكن علاش اسمه تكوين مستمر؟ هو يمشي مع العمل الميداني ويمشي، معناتها يمس حاجة معينة، يعني اختصاص او ان بوزوان سبيسيفيك في هذا. هذيك علاش ان شاء الله باش نقوموا بدراسه ميدانيه صغيره على مستوى موريتانيا باش نشوفوا شنو هما الاحتياجات العاجله في التكوين وشنو هما نوعيات الاعاقات او الاضطرابات اللي موجودين واللي يستحقوا وعددهم، يعني ديما يكون لا بريوريتي للعدد الاكبر بسرعه، ومن بعد نتعداو للي بعده ان شاء الله عن قريب تسمع بالمخرجات. سيد امريكا، كيف ترين مستقبل الشراكه بينكم وبين الاخوه في موريتانيا؟ والله الشراكه كانت من قبل بين الجزائر وموريتانيا، وكوننا في كان عندنا الى يومنا هذا عندنا مركز وطني لتكوين مستخدمين معوقين، وكوننا دي بسيكوماتريسيان اخصائيين نفسانيين في وقت ما. أتمنى أن تعود هذه الشراكة، لأنه إحنا عندنا مراكز، 3 مراكز وطنية على مستوى، مركزين على مستوى العاصمة ومركز في الشرق، يكون معلمين متخصصين، مربين متخصصين رئيسيين ومساعدين اجتماعيين، مرافقي الحياة اليومية ومرافقي الحياة المدرسية، أساتذة متخصصين. هذه حديث، يعني بعد ما مشينا في الدمج الآن، الدمج الكلي، لأنه ما بقاتش إلا أقسام مدمجة، الآن أصبح الدمج الكلي وأصبحنا محتاجين إلى أساتذة متخصصين
وإذا سمعتوا يعني مؤخرا يعني رئيس الجمهورية راح ينشئ مدرسة وطنية في لغة الإشارة، راح يكون فيها معلمين متخصصين أساتذة متخصصين للأطوار الثلاثة لصالح التربية الوطنية فيما يخص لغة الإشارة. يعني الحمد لله يعني هذا مكسب يعني كسبناه هذه السنة. فبالتالي أنا أنظر إلى الشراكة يعني بين الجزائر وموريتانيا يعني شراكة يعني إن شاء الله راح تكون ناجحة. يعني يعني يكفي أن تطبق فقط إن شاء الله. ترى بها في مجال التوحد الذي ترأسون مركز له في تونس، بدأ الاهتمام مؤخرا في وطنية في موريتانيا بهذا الموضوع، كيف ترين مستوى الشراكة والعلاقات بينكم وبين موريتانيا في هذا الموضوع؟ هو أنا شفت يعني أطفال موريتانيين في تونس، أول أطفال شفتهم سنة 2010 يعني كانوا جاوا في تونس ما عندهمش مراكز في موريتانيا، وصار التشخيص في تونس وقعدوا معناها الأهالي متاعهم بقات معاهم يعني استقرت في تونس على خاطر أطفالهم. ومن بعد وقتها كنا نحكي وهما خاطر كانوا معناها فيهم أطباء وقتها عام 2010، وقتها احنا تحدثنا علاش ما يكونش فما مراكز مختصة في التوحد في موريتانيا، يعني علاش عائلات كاملة تتشتت باش تمشي لبلدان أخرى باش تتعالج اللي هما ينجموا يتعالجوا في بلدانهم. معناها من وقتها بدأت الفكرة لين جات الأستاذة فاطمة قلنا علاش ليه ما نمشيوش في المنحة هذا ويكون تكوين مستمر وباش نطوعوا هكيك البرامج، خاطر كل فئه اكيد نحن التجربه التونسيه نجحت مش بالضبط باش تمشي مع المجتمع الموريتاني لكل مجتمع خصوصيته. هذيك علاش قلنا يلزم تطويع البرامج التربويه الموريتانيه في موريتانيا بكفاءات موريتانيه اكيد بعد تكوين اللي باش يصير معاهم وقت يولوا يتدخلوا في بلدهم، خاطر هما ادرى بالخصوصيه نتاع الاطفال اللي عندهم. واضح. أشكركم جزيل الشكر مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم جزيل الشكر ضيوفها الكرام هم السادة سيدة فاطمة البشير رئيس جمعية الحياة للأمومة والطفولة، شكرا جزيلك سيدة الكريمة، دكتورة نائلة بالي المديرة العامة للمعهد العالي للتربية المختصة بدولة تونس الشقيقة، شكرا جزيلا لك يا دكتورة. سيدة ملكة منصوري نفسانية أورتوفونية رئيسة مصلحة التربية والبيداغوجية مدرسة الأطفال المعوقين السمعيين مكونة على مستوى المركز الوطني لتكوين السمعيين المعوقين بدولة الجزائر الشقيقة، شكرا جزيلا لك أستاذة سيدة نبيها سعيدي أخصائية ومعالجة نفسانية صاحبة مركز توحد بدولة تونس الشقيقة، شكرا جزيلا لك أستاذة. أنتم مشاهدي الكرام وصل لكم شكرا لأن يضمن لكم لقاء آخر في حلقة أخرى نتناولها موضوعا آخر هم جميعا، لذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.